ولكن فعليا الآن كل هذه الأماكن دمرت. ربما نيفين قمانة تحول إلى ربما سنستطيع تعميرها خلال الأيام والأشهر القادمة. الآن غارة إسرائيلية جديدة كما نلاحظ الآن. هذه هي غارة إسرائيلية جديدة كما نلاحظ بجوارنا، يعني لك أن تتخيل هذه مناطق سكنية، أنا أتحدث على بعد أمتار من هنا. التفاصيل غاية في الصعوبة هنا حازم فعليا نتيجة إطلاق الكم الكبير من القنابل الغازية صوب الفلسطينيين. نعم سنتابع معك ونتمنى لك السلامة ضياء ولطاقم الغد. على الأقل على السلطات تستطيع أن تحدد مجرى الحمم البركانية، بالكاد نستطيع الوقوف هنا. السودان الذي كان يحلم به الجميع تحت شعار سنبنيه أصبح الآن يهدم بأيدي الجميع. هذا الرفع مهمته والهدف هو التقليل والتخفيف من العمليات والاستهدافات التي تقوم بها خلايا عناصر تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي بحق المدنيين. المشهد هنا لا يمكن وصفه، وربما لم نستطع أن نصفه جيدا لأن هناك أمطار غزيرة في هذه الآونة وصعوبة التغطية. هذه هي الصورة، لن نزيد كلمة عليها لأن الوضع والصورة أصدق تعبير.